السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتني معلومات إن في بعض إخواننا وأخواتنا يعيشون تحت خط الفقر في منطقة مضيلف، فبالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بمضيلف أنا الآن في مضيلف، وراح نزور بإذن الله سبحانه وتعالى بعض إخواننا أصحاب الحاجات الفقراء، أسأل الله أن يغنيهم من فضله، وراح تشوفون بأعينكم أحوالهم ناس تعيش تحت خط الفقر بمعنى الكلمة، في حاجة لأجهزة كهربائية لسلال غذائية. خليكم معي شويتين وراح نقف على حالهم وأحوالهم، وبالتعاون الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى راح نساهم في دعمهم والوقوف معهم. هذا بيت لأسرة مكونة من 7 أشخاص زي ما أنتم شايفين. يا إخوان الوضع صراحة يبكي العين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا. هذا السور الخارجي للبيت، والإخوان في جمعية البر والله مو مقصرين. نعم المحسنين أمثالكم قدمت لهم جمعية البر الخيرية بالمضيلف غسالة ملابس وسلة غذائية. صلوا معايا فرحة هذه الطفلة بسيارة جمعية البر الخيرية، والله صورة عابرة، أقسم بالله تجري فرحانة مبسوطة على الآخر. صورة هذا المقطع هذه للبنت، أنا في سيارة وورا الشاحنة هذه اللي حقت الجمعية، وصورتها وهي فرحانة تجري مبسوطة بالجمعية. ثانية جمعية البر بالمضيلف تقدم لهم سلة غذائية، وإيش يا شيخ؟ غسالة ملابس أيضا. الصغير جدا يسكن فيه 7 أشخاص، غرفتين وصالة. هذا هو المطبخ، هذا من الجمعية ولله الحمد الثلاجة، هذا المطبخ وهذا الفرن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذول إخواننا والله العظيم واجب علينا دعمهم ومساعدتهم. شيخ محمد إيش مكونات السلة الغذائية؟ موجود في السلة رز، موجود فيها سكر، زيت، حليب، فيمتو، مكرونة، بعض الاحتياجات الأخرى اللي هذه المكونات البسيطة اللي احنا نقدر نحصل عليها بكل يسر وسهولة. تمنيت لو تشوفون فرحتهم بها كيف يجرون فرح عشانها. راح ندخل معكم بيت أسرة من أسر إخواننا محتاجين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم من واسع فضله. هذا الحوش، هذا الباب الرئيسي للبيت حندخل، هذه غرفة، هذا سيب الرئيسية اللي هم ساكنين فيها، هذا بابها ومعها في السيب. هذه هنا غرفة تحتاج إلى فرش ومكيف. هنا يا حبايبي هذا المطبخ، زي ما انتم شايفين هذا مطبخ. هنا هذا قلتم كرامة الحمام الوحيد والرئيسي لهذه الأسرة، أسأل الله أن يلطف بهم. صدقوني يا أخوان كلمة مأساوي ما أظن أنها يعني تعبر عن الشيء اللي أنا قاعد أشوفه. هذا سقف البيت زي ما أنتم شايفين، أي رشة مطر على طول تنزل في البيت، الله يلطف بهم يا رب العالمين. جمعية البر الخيرية بالمضيلف مشكورة، قدمت لهم هذه المفروشات واللحف، وقدمت لهم سلة غذائية ومكيف للغرفة اللي قلت لكم. حتى مع فقرهم وحاجتهم إلا أنهم كرماء، كل ما نجي نمشي من عند أسرة يقولون إلا تفطرون عندنا، إلا تجلسون معنا، أسأل الله عز وجل. الإخوان في جمعية البر الخيرية بمضيلف عندهم حملة كفالة الفقير سعادة، ب100 ريال تكفى الفقير شهرياً.